معنا ميركو فنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن. أهلا بك سيد رامي معنا على سكاي نيوز عربية. إذن سيد رامي، ضربات أمريكية كبيرة لهذه المواقع التي قال أنها يعني تابعة للحرس الثوري الإيراني، هل هناك أي تفاصيل أو نتائج لهذه الضربات حسب ما هو متوفر لديكم؟ نعم، صباح الخير. طبعا هي ليست هي باشراف الحرس الثوري الايراني، هي ميليشيات مواليه لايران، استهداف مزارع الميادين، استهداف منطقه او باديه العشاره. ايضا هناك معلومات مؤكده عن خسائر بشريه، ولكن قبيل هذه الضربات كنا نشرنا فجر اليوم خبر مفاده بوصول طائرات عسكريه امريكيه ضخمه الى حقل كونيكو الذي تعرض لقصف من قبل الميليشيات المواليه لايران، وهناك كانت معلومات مؤكده عن جرحى من القوات الامريكيه. طبعا بالتقرير القوات الامريكيه قالت بانها تعرضت لاربع مرات باستهداف داخل الاراضي السوريه بالتوثيق لدى المرصد. باع قصف كونيكو تسع مرات استهدفت القوات الامريكيه داخل الاراضي السوريه، كان اخرها ضربتي معسكر او قاعده الشداده في جنوب الحسكه امس، وليلة امس كان هناك حقل كونيكو للغاز ايضا تعرض للقصف من قبل القوات المواليه لايران. هناك استنفار اليوم قبل قليل للميليشيات المواليه لايران عند ضفاف الفرات الغربيه. بمقابل ذلك وحتى فجر هذا اليوم كان هناك انتشار للقوات الامريكيه خارج قواعد العمر وكونيكو خشيه من استهداف الميليشيات الايرانيه بعد ضربات التحالف الدولي على هذه الميليشيات التي تتمركز وتسيطر على مناطق ضفاف الفرات الغربيه. اعتقد بان بعد هذا القصف سيكون هناك ايضا قصف متبادل، ولن يتوقف القصف طالما ان هناك بدت المعركه اين داخل الاراضي السوريه. لم نشاهد اي قصف امريكي في العراق حتى اللحظه، ولكن القصف في الحلقه الاضعف سواء كان من اسرائيل او من امريكا داخل الاراضي السوريه فقط. طيب سيد رامي، ونحن نتحدث الآن الجانب الأمريكي يعلن عن إرسال مزيد من الخبراء ربما للمنظومات الصاروخية المختلفة، هل هناك أي توقعات أو حشود لمزيد من إطلاق الصواريخ باتجاه القواعد الأمريكية الأهداف الأمريكية المختلفة ارتباطا ما يحدث في غزة؟ هناك أوامر صدرت للميليشيات الإيرانية بعد قصف الأمريكي سيكون هناك ردود على القواعد الأمريكية، ونحن نتحدث اليوم أيضا هناك دعم للقوات الأمريكية وصل إلى قواعد في ريف الحسكة الشمالي الشرقي أي قرب الحدود السورية العراقية، ووصل إلى القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية، وهناك استنفار أيضا في مخيم الركبان أو ما تعرف بقاعة التلف من قبل القوات الأمريكية. هناك استنفار من قبل الجانبين، وهناك توعد من قبل الجانبين بأن المعركة سوف تستمر داخل الأراضي السورية دون أن تعلم بأنها إيرانية أمريكية. ميليشيات إيران سواء من السوريين أو العراقيين أو اللبنانيين هم متواجدين عند ضفاف الفرات الغربية، ولكن دعني أقول لك بأن الصواريخ التي استهدفت حقل كونيكو لم تأتي من قواعد الميليشيات الإيرانية أو من ضفاف الفرات الغربية، من قبل عملاء إيران الموجودين في ضفاف الفرات الشرقية أي مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية. سيد رامي، أيضا الضربات كانت خلال الأيام الماضية ضربات إسرائيلية على المطارات السورية بشكل دقيق، يعني في دمشق وفي حلب أيضا، هل تستمر، هل عادت هذه المطارات إلى عملها؟ عاد أقله عاد مطار حلب إلى العمل، ومن المفترض أن يكون مطار دمشق أيضا عاد إلى العمل اليوم، ولكن ما الفائدة من عودة هذه المطارات إلى العمل إذا ما كانت هذه المطارات سوف تتعرض لقصف مستمر من قبل الطائرات الإسرائيلية التي استهدفتها ستة مرات فقط منذ بداية الحرب على غزة. طيب من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان السيد رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا لك.